مرة جديدة مساء الخير لكل مشاهدين مع تمام الليلة بحلقة جديدة. ومثل ما ذكرت بالمقدمة، نجم مصري قدر كسر الدنيا بمحل معين، قدر كمية الانتقادات كانت عليه بوقت انه ما عم يعمل شيء غلط، يمكن قدر نجم بشكل كتير سريع. اهلا وسهلا فيك عمر كمال بلبنان. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله تمام والله. كويس، كله تمام. ربنا، شو الوضع؟ كله تمام والحمد لله، ماشي الحال. ماشي الحال؟ ماشي الحال. مع تمام الليلة حابب، في كتير ناس بتعرف أغانيك، بتعرفك الحمد بس لله. إذا بدي أحكي أكتر، في كتير قصص ما بيعرفوها الناس عنك. أوكي. عمر كمال اليوم بالفترة الأخيرة لما كسرت الدنيا وصرت تجي على لبنان، خليني بلش وجه بوجه أنا وياك. أوكي. كل ما تجي يصير شيء بلبنان. حصل مرة فاتت، كان حصل لي مشكلة في السور في الجنوب. صحيح. ومرة التغوا الحفلات كلها اللي كنتوا بدكم تعملوها. حصل. وده قبل طيب. السور تعتبر كمان. تعتبر حالك منحوس؟ مش عارف والله. هل انا يعني احنا كفئه مستقصدين ولا ظروف البلد؟ ظروف بتيجي مع حظنا. ممكن ظروف البلد. اوكي، نسميها ظروف البلد. عال. انت حدا مؤمن بالحياه طبعا، ومؤمن دينيا الحمد كمان. الحمد لله، فضل الله. اليوم الله عطاك. الحمد لله. الله عطاك نجوميه كثير كبيره. الحمد لله. ناس حبتك وناس كرهتك. حصل. اليوم اذا انا بقول لك عمر كمال، شو بتقول للناس اللي بيقولوا لك انت عمر كمال مكروه؟ شو بتقول لهم؟ المكروه شو؟ شوف حياتي انا بقالي 14 سنه بسعى. في ناس شافتك بالصوره الاخيره دلوقتي. صحيح. عمر كمال بمصر بالذات ركب عربيه راح جه. صحيح. بقى معاه فلوس، ده نتيجه 14 سنه سعي. انا اشتغلت بكل شيء انت ممكن تخيل. صحيح. هنحكي عنهم هلا. اوكي. طفولتك اليوم طفوله كانت ما بدي اقول تعيسه، بس طفولة شوي حزينة. حقيقي. صحيح؟ حقيقي. يعني مرقت بصعوبات كتير. حقيقي. كيف بتقيم طفولتك اليوم انت كنجم اليوم على الساحة المصرية والعربية كفنان؟ هل بتعتبر حالك انت اليوم طفولة منحوسة؟ مش منحوسة. بص انا تعبان انت اليوم. تعبت في طفولتي جدا، لان احنا اتولدنا في طبقة مش مرفهة. يعني طبقه يعني فقيره بمصر زي ما بنقول. اوكي. انا واحد كنت شغال ببنزينه. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع، بس خبرني عن الفقر تبعك اليوم. انت كنت شخص فقير انت وعائلتك. الحمد لله. اليوم بدي بلش معك مشان ما اطول كثير. اوكي، خليني بلش معك بهيدول الصور. اليوم استثنائيا معك بدي افرجيك اياهم. جبتهم منين دول؟ هيدا انت. انا هون بفقرك. لما كنت فقير انت واهلك. حقيقي. قدرت اليوم تنتج، تقدر تصير شخص مشهور. حقيقي. وصار معك مصاري. الحمد لله. قد ايه صار معك مصاري؟ كتير الحمد لله. كتير. كتير الحمد لله. بحمد الله. ودي صور ما تسقش ليه، انا فخور بيها. يعني حتى في الفيسبوك بيحطوا لي صور زي دي. انا بقول اللي بيحط لما لي لما يحطوا لك هيدول الصور شو بيقصدوا فيهم؟ بقول له يعني سير عمر كمال، اركب دوت اكس 6، اركب رانج روفر، اركب مرسيدس، ومعك مصاري كتير زي ويغير حالك. انت كيف صرت نجم؟ يعني كيف صرت من شخص شقيت؟ انا شقيت. انا كنت شغال عشان بنزينة. بدي اقول لك انا عايز اقول لك حاجه يا تمام، بس بدي اشرح عن الصوره هول. اوكي. هيدول الصور بيحكوا عن حياتك، عن جوك. والله انا ما اعرف انت جبتهم منين. يعني الصور دي عايز اقول لك شيء بجد بالمناسبه، دول في البوم في بيتي انا. والله ما حد يعرف عنهم شيء. فاذا بدي اوجه تحيه للمخرج نور، لانه هو اللي ركز لي اياهم. هيدا الفقر. اوكي. اليوم لما لا انا يهتوك، يعني لما يهتوك بالفقر. انا مش بسميه فقر، بسميه يعني الحمد لله بفضل الله كنا في حالك. اصلا مش عيب الفقر. لا مش عيب، كلنا تطورنا، كلنا طبعًا كبرنا طبعًا، كلنا سعينا واشتغلنا طبعًا. مش عيب الفقر طبعًا. بس اليوم اللي بيهتك بصور بحط لك اياهم على الفيسبوك، ليه بحطوا لك هيك صور؟ عشان هم مش قادرين يبقوا زيك. احنا عندنا يعني مش بقول بمصر عموما، كل الناس بقى في قلبهم مرض الحقد والغيره. انا بقول الحمد لله انا كنت بفول عربيه، انا كنت بخش العربيه اكس 6 ورانج روفر ومرسيدس وغيره. بقول يا رب اعطيني زيها. ما بقولش ده يعني مؤاخذه بالكلمه، ده امه جايبها له او ده ابوه جايبها له، ما كنتش بقول كده خالص بحياتي. الحمد لله بقى معايا دي اول عربيه كمان، دي فئه اول عربيه عاليه جبتها. اول عربيه. وغيرتها كمان. هرجع لهيدي الصوره. بس ما زال فتت بقصه انك كنت شغيل بنزين، بتعبي بنزين. اتمسح بيا بلاط الارض. والله
اقسم بالله. كيف يعني مسحتك بلاط؟ اتمسح بقى برضه، انا اشتغلت بتاع نظافه واشتغلت عامل انتاج واشتغلت بنزينه واشتغلت امن، اشتغلت كل شيء ممكن تتخيله. انا حصل لي موقف ان انا كنت شغال في شركه في مصر اسمها سويس للصلب. انا كنت شغال في بلد اسمها السويس قبل نروح للقاهره، بلد اسمها السويس صغيره في السويس. كنت بشتغل مفيش فلوس، كنت بشتغل خميس وجمعه ب 400 جنيه. عملت فرح في يوم الايام، انا القاعه بتدخلني. القاعه دي كانت ما بتدخلني غير لو انا معايا بدله، يعني انا لو ما لابس بدله ما تدخلني. كنت اروح بتيشيرت وبنطلون معيش اشتري بدله ب 500 600 جنيه. انا الاوردر بتاعي ب 300 جنيه اصلا، يعني الاوردر بتاعي ب 300 جنيه. قد ايه انت توجعت بحياتك لو وصلت؟ والله العظيم والله يا تمام، يعني ما اجت حدا، ما اجت حدا صرف. انا كنت بنام ودموع على مخدتي، اقسم بالله اقسم بالله. كمان مره زي ما بقول لك، انت لا شكل وانت ولا منظر، انت ولا بتبقى. كانوا يقولوا لك انت ما في شكل ولا شكل ولا منظر ولا صوت. طب ليك فيني اسالك سؤال؟ اليوم لما يطلعوا فيك من بعد ما انشهرت بيقولوا عنك انت شكلك بقرف بشعك؟ خلاص انا بيت عمر كمان، خلاص يقولوا اللي يقولوه. خلاص صار عندك ثقه بحالك. طبعا خلاص انا نجحت واغنيه في كل مكان. انا بقول لك اعدلك الارقام واصدق، ولا شكلي حلو شكلي وحش ولا في بالي. خلاص هو ربنا شاور زي ما انا بقوله بمصر، انا ربنا شاور عليا خلاص. ما يقول العباد زي ما بيقول، انا يعني انا تعبت بما فيه الكفايه. طبعا اليوم بيقولوا انه لما شخص هيك يوصل في حدا بيدفع عليه مصاري. ما حصلش. اليوم بيشوف صبية حبة بشقانة. لا 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 بشقانة، غرمت فيها صحتها لمصلحة. اسأل في مصر عنها يقولوا لك. احنا بقول لك يعني انا اشتغلت شايل عدة. انا كل شيء. شو موقفك اليوم؟ شو موقفك اليوم لما تشوف؟ انا عندي 32 سنة. من وانا عندي 14 سنة، يعني 18 سنة انا بشقى، وربنا ما كرمنيش غير من سنة ونص بس. يعني انا من حوالي 16 سنه بشتغل الشغلانه دي. كل نجوم مصر اللي تعرفهم انا اشتغلت وراهم فوكال. كلهم. انا كنت بطلع على المسرح بمصر الفرح الشعب اللي انت عارفه. اطلع من 5 العصر انا انصب العده السماعات والكده والمايكات لحد الفرح بيشتغل 11 الصبح 11 بالليل ل 6 الصبح. 6 ساعات انا بنصب العده على اكتافي. انا تعبت يا تمام. بس تتذكر شو بتطلع بخير؟ شو بتتخيل؟ والله يا ربنا تبكي بالدمع. ربنا بيقول تحزن. والله العظيم انا ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي. يعني ربنا يعني انت يعني عندنا بالدين الاسلامي يعني او ربنا بيقول لي انت مطرح ما تظن انت بتلاقي. يعني انا لو ظنيت بربنا خير ربنا بيديني خير، وانا ظن ربنا خير طول عمري. عمر فيني اقول لك شيء؟ قبل ما توصل على التصوير وقبل ما اعرف اسمع هيدول كلهم كنت ناوي اقضي عليك الليله. ليه طيب تقضي عليا ليه؟ لانه برنامجي هالقد جريء. بس هالقد انت حدا حنون. انا كل ما اقول لحد انا جاي مع تقول لي حذر من اللي برنامجه فيه كتير احراج. بس انا بقول لهم انا على الله، يعني انا جاي نيتي سليمه. طيب. وانا شو بدك اقول لمع تمام لكمل هيدا الحوار الشيق معك؟ والله يا تمام اقسم بالله، يعني زي ما بقول بمصر اللي في خير يستاهله. بمعنى لو انت النهارده في خير وفي نعمه انت ربنا اكيد اداك ده لسبب. حبيبي مش لازم انا اكون موهوب، ممكن اكون تعبت في حياتي، ممكن اكون عندي امي واخواتي وناس بتاكل من ورايا، ممكن اكون موهوب. انت اليوم بتصرف على عائلتك؟ طبعا بتصرف على والدتك؟ طبعا امي واخواتي. كم خي واخت عندك؟ انا عندي 3 غيري وعندي امي وعندي كتير شغالين معايا والله العظيم. يعني ربنا بيرزقنا عشانهم حتى. الحمد لله كلهم والله. الحمد لله. احنا في مصر تعبت. يعني انا بقول لك بقالي 18 سنه انا كنت بقف بقول انا يعني المحلات بمصر انا كنت بقف يا تمام والله العظيم. كان المحل عندنا بمصر، انا كنت من بلد اسمها السويس والشهره في القاهره. صحيح. كان عندنا في السويس الموقف العربيات اللي بتروح القاهره اخرها 9:10. كنت انا اسافر. ليه عم تدمع؟ لا عشان انا تعبت كتير. من الناس مش فاهمه ده. الناس دلوقتي بتقول لك انت بتغني ورقصات، انت اتشهرت بايلك، انت ما حدش فاهم حاجه. انت بتحكي انجليزي؟ لا مش عايز احكي انجليزي. انا دبلوم صنايع بدبلوم متوسط. ما بدي شيء. انا زقفول. ما بدي شيء. برافو عمر كمال. قلت لي انت تمسح فيك الارض. والله العظيم اكتر اقسم. اليوم لما تشوف في عالم عم تمسح ارض تعبي بنزين مثلك انت
اليوم انت وجاي على لبنان حصل. في ازمه بنزين لانه دولتنا حصل. الشريفه طب اقول لك شيء بقى عرفتنا الدنيا اقول لك شيء انا بقول شيء للبنان والله العظيم قول مش ده الشعب اللي تعمل فيه كذا مصر أوه. يعني احنا بمصر ووقت الثوره احنا اكبر من يتعمل فينا كده احنا اكبر من ان يحصل عندنا ازمه بنزين وكهرباء احنا شعب كبير احنا 120 مليون بني ادم عايشين بمصر احنا ام كلثوم وعبد الوهاب واحمد زويل ونجيب ونجيب محفوظ وغيره صحيح نحن بلبنان فيروز ومصر شمس طبعا الدين طبعا وديع الصافي وصباح وغيرهم نعم اتفاهم وجهه نظري اكيد اكيد انا أكيد. يعني زعلت على لبنان لما طبعا جيت هلا طبعا طبعا انا اليوم بشوف النهارده في الاشارات عجقه زي ما بتسموها وحاجات ليه انا بقول لانه يعني دولتنا الشريفه بدها تذل شعبها وتسرق مصرياتها لا غير كمان معلش بيقولوا لي ان اصل لبنان فيها طوائف التوائف ده شيء والهواء والاكسجين والبنزين شيء تاني خالص صحيح. بمعنى اركن السياسه على جنب اذا كانت متطلبات الحياه يعني الشعب كله لازم يتحد واحد اذا زي ما احنا بمصر قلنا ان النهارده في اخوان وفي حزب وطني وفي حزب وفد لكن اذا كانت البلد بتضيع كلنا يبقى رقم واحد في مصر حلو. اذا كان في خطر بيهدد سد النهضه كل مصر رقم واحد طيب بحب اقول بحبك يا تمام وبحب قعدتك كل لبنان بحالها والنعمة حبيتك حبيبي والله خلينا نرجع للحديث انا ريحتك شوي لكمل معك بالحوار أوكي. قلت لي ما في امرأة صرفت عليك انت تعبت تمسح الارض في كل هيدي الامور أوكي. اليوم اليوم سألتك سؤال لما تشوف شخص او شاب بعمرك صغير أوكي. واقف على طرمبة بنزين عم بيعبي بنزين مثل ما انت عبيت شو بتعمل شو بتحس بص انا بشوف نفسي فيه لكن بقول شيء بقول لكل الناس اللي في الدنيا ودي نصيحه مني مش نصيحه انا اقل من ادي نصيحه للناس يعني لان لسه في بدايه الطريق بقول يعني انا بتعامل مع ربنا حلو اوكي يعني زي ما بنقول ربك رب قلوب انا كنت تعبان وشقيت وربنا اداني لا تعتمد على دولة ولا غيره اوكي ولا عن نسوان ولا مش النسوان يعني لا لا بلا لا نحن انا 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 اسمي عمر ما فيش واحده تكسر عين اصلا ما بقاش راجل بمعنى صح حلو يعني انا ما بقاش راجل قدام واحده اذا واحده بتصرف عليا في يوم من الايام ما ينفعش واحده تصرف عليا في يوم من الايام اوكي اسمع الخشاب اقول لك حاجه حصري عمري ما قلتها في شيء اوكي فنانة كبيرة واتشرفت انا اللي انا اتعاملت معاها لكن انا زعلان منها والله ايه ليه لاول مره اقول الكلام ده في حياتي أوكي. وعمري ما قلته في وسيله اعلام مصريه سمال خشاب نجمه كبيره ليها تاريخ كبير مثلت مع اكبر نجوم زي النجم نور الشريف وغيره وعملت الحاج متولي وحدائق شعبان وغيره لكن احنا تاني عملنا اغنيه نجحت بمصر حاليا بعد اسبوعين الاغنيه جابت 10 مليون الاغنيه كانت تجيب 30 40 مليون لولا تعاونها معايا اللي هي خالد بيه وشو تخلد هي عارفه لا انا بدي اعرف منها لانه اليوم الحكى لا لا هي شقين. عارف لا هي لا هي عارف طب في علاقه بينك وبين سميه الخشاب لا لانه كتب على السوشيال ميديا انه في علاقه بينك وبين الممثله لا 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 سميه خشاب شو بترد لا ما فيش علاقه بينه وبين سميه الخشاب لكن اغنيتي انا وهي كانت ممكن تكسر الدنيا زي ما كل شغل كسر الدنيا احنا من غير اي حاجه اغنيه جابها في اسبوعين 10 مليون صحيح. لكن ممكن تجيب 30 40 50 لولا هي اتخلت وهي عارفه ليه اتخلت عن هلا ما عم تحكي مع سميه الخشاب لا بينه وبينها ما كانش من ساعه ما كانش معاها طلع بكاميرتك واحكي معها هلا لاول مره يا نجمه انا بحبك جدا وانا واحد من جمهورك اللي انا بتفرج عليك قبل كتير لكن انا كنت بتامل انك انت تعاون عمل اغنيه كنا ننجح نجاح اكبر من كده بكتير وانت عارفه الاغنيه النهارده جاب 10 مليون في اسبوعين كانت ممكن تجيب بالاسبوعين 20 30 مليون انت عارفه ليه وقفت الاغنيه او ماشيه يعني بالمعدل ده كنا ممكن ننجح اكتر لولا انت ما تعاونتيش معايا بس خلاص قبل ما اروح للشق تاني والبارت الثاني بمع تمام الصندوق الاسود بدي ارجع لهيدي الصوره حقي اكيد حقك انا ما عم اقول لا بس انا بدي اياك ترد على كل الناس اليوم هيدي الصوره هيدي العقد النفسيه في عالم بيعتبروا لحظه خليني اقول لك شو بيقولوا هن اليوم يقال انه في عقد نفسيه هيدي العقد النفسيه انه تحط اسمك على رقم سيارتك
اولا انا عايز اقول اللي في لبنان كمان حاجه يا شيخ، دي سيارتي القديمه مرسيدس دلوقتي معايا رانج روفر الحمد لله بفضل ربنا. نعم. وبرضه حاطط عليها اسمي وارقام مميزه الحمد لله. نفس الارقام حاطط عليها. نفس الارقام. تعبت وشقيت بفلوسي وبتعبي. حلو. طبعا. حلو. طبعا. طب اليوم انه من الفقر من الشحار مش من الفقر من التعتير اليوم اصبحت تملك سياره مش سياره ثلاثه واربعه وخمسه الحمد لله الحمد مش لله. سياره كمان تعبي وشقايا تعبت انا ما بحطش ايدي في جيب حد اقول له هات ده شغلي وتعبي انا اللي انا بقول عليه بشتغل وبتعب وبقول شيء ده شغلتي عرض وطلب انت ما بدك تسمع عمر على اليوتيوب تدوس ريبلاي او ستوب اوكي مزبوط. وفي الحفلات تطلع عمر او شيء معايا عرباك مش دي بس دي كانت من سنتين الصوره دي كمان اكيد انا بعمل عرباك كتير الحمد لله يعني بفضل ربنا ثم تعبي